خلال الفترة من يناير وحتى مايو من العام الحالي بنحو 33%، لتسجل ما قيمته 3.5 مليار دولار مقابل 2.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2021. هذا وقد أوضح المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة احتل المرتبة الأولى من حيث حجم صادراته من إجمالي صادرات مصر غير البترولية، وقد استحوذ على نحو 22%، ثم في المرتبة الثانية قطاع مواد البناء الذي استحوذ على 20% من إجمالي الصادرات بقيمة بلغت 3.2 مليار دولار. عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لقاء افتراضي لمناقشة وثيقة سياسة ملكية الدولة بقطاع الصناعات الغذائية بحضور أكثر من 80 مستثمرا من أصحاب الشركات وممثلي الغرف الصناعية والمجلس التصديري، وذلك في رابع ورش العمل ضمن حوار الخبراء. اللقاء شهد إشادات واسعة للمستثمرين بوثيقة سياسة ملكية الدولة باعتبارها تمثل خطوة نحو زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وبما يساعد على زيادة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية. أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومشروع رواد 2030 الملتقى السنوي الثالث للشركات الناشئة بهدف نشر ودعم الدور التوعوي لريادة الأعمال في المجتمع المصري. يشهد هذا الملتقى العديد من الأنشطة والفعاليات والتي تتضمن إقامة معرض للمشروعات والأفكار الريادية، فضلا عن استعراض عدد من قصص النجاح الملهمة. رواد للأعمال الناشئة ومتخصصين ومستثمرين يجتمعون للمرة الثالثة على التوالي في الملتقى السنوي للشركات الناشئة برعاية وزارة التخطيط ومشروع رواد 2030 من أجل عرض الأفكار الشبابية الجديدة بهدف تطويرها ودمجها في الأسواق المحلية والعالمية. الشباب هم أهم عنصر بالنسبة لنا، والدولة بتهتم جدا بالاستثمار في العنصر البشري، والشركات الناشئة والابتكار والإبداع من أهم المقومات تؤدي إلى قيمة مضافة وبتؤدي إلى زيادة الناتج القومي، وهي اللي بتؤدي إلى يعني قفزة في اقتصاديات الدول كلها. مصر الآن مصنفة الأولى على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الاستثمار في الشركات الناشئة، وكمان يعني مصر الرابعة في أفريقيا من حيث عدد الشركات الناشئة اللي بتطلع من كل القارة الأفريقية. رواد 2030 بالتعاون مع الأكاديمية البحرية أنشأوا إنكيوبيتر أو حاضنة أعمال للمشاريع السياحية، أول حاضنة أعمال متخصصة في مجال السياحة، وتم ترشيح مشروعنا ان هو يشارك في الحاضنة. يوفر الملتقى فرصا متنوعة لمقابلة خبراء ومتخصصين وحاضنين لدعم رواد الأعمال لتكوين الفكرة الأساسية وتنفيذ دراسات للجدوى لمساعدتهم على تأسيس الشركات. وزارة التخطيط متمثلة في حاضنة أعمال مشرق للسياحة، بدأت معنا تبنتنا من طور الفكرة، بدأت من الفكرة لحد ما بدأنا نعمل ويب سايت بتاعنا أو النموذج الأول للعمل. مشروع رواد 2030 بالتعاون طبعا مع حاضنة مشرق وفروا لنا دعم تقني وفني كتير، سبورت طول الوقت بصراحة، تدريبات واستشارات فنية ومالية، كمان وفروا لنا دعم مالي. قدموا لنا الحاضنة ازاي نقدر ان احنا نسوق للمشروع بتاعنا، ازاي نقدر ان احنا ندير المشروع صح ونقدم خدمة كويسة للجست اللي جاي وتبقى كمان بكواليتي كويس. ويعد الاهتمام بالشباب وريادة الأعمال والشركات الناشئة جزءا رئيسيا من توجهات الدولة ضمن استراتيجية التنمية المستدامة 2030، وكانت مصر قد حصلت على المركز الأول في الاستثمار في الشركات الناشئة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2021. كريم بيبرس، التلفزيون المصري. ذكرت وزارة التعاون الدولي أن تطوير بنية تحتية ومستدامة لقطاع النقل والمواصلات في مصر ووسائل النقل الذكية يعد أحد أهم المحاور الأساسية التي تعتمد عليها الدولة المصرية لتعزيز العمل المناخي. وخلال استقبالها أندي دالان نائب رئيس شركة ألستون الفرنسية، أكدت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط أن قطاع النقل يعد أحد أهم القطاعات الأساسية التي تمثل إطارا للتعاون بين مصر وشركاء التنمية، كما تم التطرق إلى تدريب الفنيين والمهندسين وقائدي القطارات الخاصة بالمترو، سواء بإرسال مجموعات لفرنسا للتدريب أو باستخدام خبراء فرنسيين إلى مصر.
بحثت مصر والبنك الدولي ملفات التعاون في مؤتمر المناخ القادم بشرم الشيخ ومستجدات برنامج تنمية الصعيد، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة المصرية لتطوير نظم الإدارة المحلية وتنمية التكتلات الاقتصادية بالمحافظات لتعزيز مكون الصناعة الداخلي والمحلي. وخلال لقاء مع وفد البنك، أشار وزير التنمية المحلية محمود شعراوي إلى وجود طفرة بالمناطق الصناعية بمحافظتي سوهاج وقنا خلال الفترة الماضية، كما شهد الاجتماع استعراض مستجدات مكون التخطيط المحلي وتحسين جودة الخدمات العامة وتنمية الموارد والاهتمام بتحقيق اللامركزية وتمكين المحافظات من إدارة شؤونها المالية والاقتصادية. في أسواق المعادن النفيسة زادت أسعار الذهب مع تراجع الدولار لتصل إلى 1825 دولارا للأوقية، أما محليا فسجل الذهب عيار 18 ما قيمته 862 جنيه، وبالنسبة لعيار 21 فقد وصلت قيمته إلى 1005 جنيهات، وبالنسبة لعيار 24 فقد وصلت قيمته إلى 1147 جنيه، وبناء عليه وصل سعر الجنيه الذهب إلى 8038 جنيه. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط مدعومة بنقص المعروض، لكنها سجلت ثاني انخفاض أسبوعي لها وسط مخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى دفع الاقتصاد العالمي إلى الركود من جديد. هذا وقد ارتفع خام برنت بنسبة 2.8% ليصل إلى 113 دولار و12 سنتا للبرميل الواحد، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 3.2% ليصل إلى 107 دولارات و62 سنتا للبرميل الواحد، كما صعد أسعار المازوت عالميا بنسبة 50% لتصل إلى 5 دولارات أو ما يقارب 4.23 للتر الواحد، وقد انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بما نسبته 30% لتصل إلى 6 دولارات و22 سنتا لكل مليون وحدة حرارية. أعلنت وزارة البترول عن إطلاق عدد من الخدمات الرقمية الجديدة بمحطات الخدمة والتموين بالمنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وذلك في إطار البرنامج المتكامل للتحول الرقمي والذي تنفذه الوزارة حاليا. يأتي ذلك تطبيقا لاستراتيجية التطوير والتحديث التي تهدف لتحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل لموارد وإمكانات قطاع البترول. تتواصل خطة وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة أعداد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي بافتتاح محطة جديدة بحي الدق بمحافظة الجيزة كإحدى محطات الانتشار السريع التابعة لشركة الغاز الطبيعي للسيارات كارجاز، والتي تتواجد مع محطات البنزين المختلفة مع انطلاق منظومة التحول الرقمي في استخدام هذه المحطات. محطة مهمة ورئيسية في الدقي وموجودة من سنوات، لكن حبينا ان احنا نديها الشكل الجديد بما يتلائم مع العصر، وفي نفس الوقت اضفنا بعض الخدمات الرقمية لخدمة جموع المستهلكين من الكروت الذكية والسريعة. وبقى في تحول رقمي كله بمنظومة متكاملة، ان الشركات والجهات بتقدر تحدد الفيات للعربيات بتاعتها وازاي استخدامات واني نوع بنزين واني توقيت وازاي توفر. الدولة في الفترة اللي فاتت مهتمة جدا بموضوع ادخال الغاز الطبيعي او زيادة الانتشار بتاعت محطات الغاز الطبيعي كوقود بديل للسيارات. الكلام ده طبعا بيتحرك في اطار ان احنا في خطه للدوله بالتوسع في انشاء حوالي 1000 محطه على مستوى الجمهوريه موزعه على مستوى الجمهوريه بالكامل. يتزامن افتتاح هذه المحطه مع التوسع في انشاء مراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والمنتشره في انحاء الجمهوريه لتقدم لاصحاب السيارات اسهل الطرق في نظام تحويل السيارات. بنشهد يعني اقبال كبير من المواطنين وخاصه يعني العملاء الملاكي على تحويل سياراتهم للعمل بوقود الغاز الطبيعي، وده يدل على في وعي كبير من المواطن المصري في المشاركة في هذا المشروع القومي الكبير. في غضون الانتشار السريع بتاع محطات الغاز ما بقتش ان انا متردد، يعني العربية في أي مكان بفول غاز وبلاقي محطة غاز فبفول. افتتاح محطة الدقي للغاز الطبيعي يأتي بعد تطوير بهذه المحطة العريقة التي تقدم خدماتها للمواطنين في إطار خطة وزارة البترول التي تستهدف إنشاء 1000 محطة تموين تعمل بالغاز الطبيعي تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.
قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريفي، قال إن المملكة ستضخ استثمارات بقيمة 3.4 مليار دولار في قطاع تصنيع اللقاحات والأدوية الحيوية. وأشار الوزير إلى أن قطاع الأدوية الحيوية يسجل أسرع معدل نمو في السوق بين قطاعات الأدوية بنسبة 17%، وأضاف أن الاستثمارات ستسهم في تخفيض التكلفة الباهظة التي تتحملها المملكة العربية السعودية، والتي تستورد حاليا 100% من احتياجاتها من اللقاحات والأدوية الحيوية. وصلنا معكم مشاهدين الكرام لنهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال. في نشرة التاسعة نعود لاستكمال ما تبقى مع الزميلين محمد عبدو ورغد أبو ليلى.